السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تاسع رح نتابع درسنا درس المحاليل. تعرفنا بالحصة الماضية عن العلاقات التي يمكن استخدامها للتعبير عن كمية المذاب والمذيب في المحلول، وتعرفنا على الطريقة رقم واحد وهي التركيز والعلاقة الرياضية وكيف يمكن تطبيقها. اليوم رح نتعرف على العلاقة الثانية التي يمكن استخدامها للتعبير عن كمية المذيب والمذاب في المحلول، وهي الذائبية. الذائبية في البداية خلينا نتعرف ما المقصود بالذائبية. الذائبية هي عدد جرامات المذاب التي تذوب في 100 جرام من المذيب عند درجة حرارة معينة. إذن هي عدد جرامات المذاب التي تذوب في 100 جرام من هذا المذيب عند درجة حرارة معينة. قبل ما نحكي عن نتعرف عن ذائبية كل من المواد الصلبة والغازات في الماء، خلينا نتعرف ما الفرق بين المحلول المشبع والمحلول غير المشبع. المحلول المشبع هو المحلول الذي يحتوي على أكبر كمية ممكنة من المذاب عند درجة حرارة معينة، يعني هو المحلول الذي لا يمكنه استيعاب أي كمية إضافية من المذاب عند هذه درجة الحرارة. يعني يا تاسع، المحلول المشبع أي كمية إضافية للمذاب رح تترسب عنا في الأسفل، ما رح يتحمل هذا المحلول أي كمية إضافية من هذا المذاب ويؤدي إلى ترسيبه في القاع، منسميه محلول مشبع. أما المحلول الغير مشبع هو المحلول الذي يمكنه استيعاب كمية إضافية. العكس، محلول غير مشبع هو المحلول الذي يستوعب كمية إضافية من هذا المحلول من هذا المذاب دون أن يترسب عند هذه درجة الحرارة المعينة. إذن المحلول المشبع هون يؤدي إلى ترسيب المذاب لأنه لا يستطيع ولا يمكنه استيعاب أي كمية إضافية من هذا المذاب، ولكن المحلول غير المشبع لا يتم هنا ترسيب المذاب، أي هو بإمكانه يستوعب أي كمية إضافية من المذاب طبعا عند درجة حرارة معينة. خلينا نتعرف على زي ما حكينا العلاقة رقم 2 وهي الذائبية التي تعبر عن كمية المذاب والمذيب في المحلول. خلينا نتعرف بالبداية على ذائبية الغازات في الماء. ذائبية الغازات في الماء، زي ما انتم عارفين تاسع، هناك عندنا العديد من الكائنات الحية التي تعيش في الماء وتحتاج إلى الأكسجين وتحتاج ثاني أكسيد الكربون. عندنا احنا النباتات والأسماك التي تعيش في الماء، ومنها طبعا كالبعض الكائنات الحية تحتاج مثل الأسماك إلى الأكسجين، وعندنا النباتات تحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون. يتم الحصول على هذه الغازات عندما يقوم الماء بإذابة الغازات الموجودة في الهواء الجوي الملامس لسطح الماء، فنحصل على ما نريد من الغازات المتنوعة. إذن عن طريق إذابة الماء للكثير من الغازات الموجودة في الهواء الجوي الملامس لسطح الماء. عندنا عدة عوامل بتأثر على ذائبية هذه الغازات في الماء. خلينا نتعرف على أول عامل. أول عامل عندنا يا تاسع هو درجة الحرارة. إذن واحد، درجة الحرارة ويتؤثر على ذائبية الغازات في الماء. اثنين، عندنا الضغط الواقع على الغاز أيضا هو عامل يؤثر على ذائبية الغازات في الماء. ثلاثة، أيضا نوع الغاز وطبيعة الغاز يؤثر على ذائبية الغازات في الماء. خلينا نتعرف على أول عامل وهو درجة الحرارة. ما العلاقة يا تاسع بين درجة الحرارة وذائبية الغازات في الماء؟ العلاقة عكسية. العلاقة عكسية، كيف يعني يمس؟ إنه هون عندنا كلما زادت درجة الحرارة، كل ما كانت الحرارة أعلى رح تقل ذائبية الغازات في الماء. إذن العلاقة عكسية، كل ما زادت الحرارة إيش رح تقل؟ ذائبية هذه الغازات في الماء. طب وإذا قلت درجة الحرارة؟ إحنا زي ما حكينا عكسية، إذا قلت الحرارة رح تزيد ذائبية الغازات في الماء، فالعلاقة عكسية. مثال على ذلك عنا، لاحظ هون يا مس، حطيت لك مثال ذائبية غاز أول أكسيد الكربون عند درجة حرارة 10. عند درجة حرارة 10 كانت ذائبية غاز أول أكسيد الكربون 1.25% مللي مول لكل متر، مللي مول لكل متر لتر عفوا ماء.
ولكن ذائبية هذا الغاز أو أكسيد الكربون عند درجة حرارة 30 أصبحت 9 بالعشرة ملي مول لتر. لاحظ يا تاسع إنه إحنا هون كانت الحرارة عنا 10، كانت الذائبية أعلى 1.25%، ولكن عند ارتفاع درجة الحرارة حيث أصبحت 30 لنفس الغاز قلت الذائبية. فعنا كل ما زادت الحرارة شو رح تقل؟ الذائبية، صح؟ إذن هون العلاقة عنا عكسية، كلما زادت درجة الحرارة تقل ذائبية الغازات في الماء، وكلما قلت درجة الحرارة تزيد ذائبية الغازات في الماء. إذن هذا العامل الأول وهو درجة الحرارة. خلينا نشوف العامل رقم 2 وهو الضغط الواقع على الغاز. العلاقة بين الضغط الواقع على الغاز مع ذائبية هذه الغازات في الماء علاقة طردية، يعني كلما زاد الضغط الواقع على الغاز تزداد الذائبية في الماء، وكلما قل إذن أكيد راح تقل ذائبية هذه الغازات في الماء، فالعلاقة طردية. إذن كل ما زاد الضغط راح تزداد الذائبية، كل ما قل الضغط راح تقل الذائبية، فالعلاقة عندنا هون علاقة طردية. خلينا نشوف عندنا العامل رقم 3 وهو نوع الغاز وطبيعة الغاز. تختلف الغازات يا تاسع في ذائبيتها عن بعضها البعض، فبعضها أكثر ذائبية من الآخر عند نفس درجة الحرارة. مثال على ذلك، عندنا هون غاز HE، غاز الهيليوم، عند درجة حرارة 10 لاحظوا عندنا الذائبية كانت 42% ملي مول لكل لتر ماء، إذن 42%، بينما ذائبية غاز CH4 غاز الميثان عند نفس درجة الحرارة كانت 1.85%. إذن هون طبيعة الغاز ونوع الغاز بيأثر على الذائبية. إذن عندنا زي ما أنتوا لاحظتوا والأمثلة متعددة، كل ما اختلف الغاز تختلف الذائبية، ليست جميع الغازات لها نفس الذائبية. خلينا نشوف كيف ممكن نستخدم هاي القراءات وهاي العوامل اللي تحدثنا عنها في تفسير مشاهدات تحدث في حياتنا اليومية. منلاحظ كلنا يا تاسع عند فتح علبة أي مشروب غازي نلاحظ تصاعد فقاعات غازية منها، أكيد كلكم بتلاحظوا هاي الملاحظة. هون إحنا صرنا نعرف إنه نتوقع هون العلاقة سبب خروج أو تصاعد هذه الفقاعات الغازية يا تاسع، لأنه عندما عند فتح العلبة يقل الضغط الواقع على سطح السائل، مما يؤدي إلى نقصان ذائبية الغازات في الماء، فتبدأ هنا بالخروج على شكل فقاعات. إذن السبب لأن الضغط الواقع على سطح السائل يؤدي إلى نقصان ذائبية الغازات. إذن هاي العامل رقم 2، حكينا الضغط الواقع على الغاز العلاقة طردية، كلما قل كلما قل الضغط على الغاز تقل الذائبية. إذن هذا تفسير المشهد اللي حكينا عنه. إذن سبب خروج الفقاعات لأنه الضغط الواقع على سطح السائل راح يقل، فبالتالي يؤدي إلى نقصان ذائبية الغازات في الماء فتخرج هذه على شكل فقاعات. عندنا كمان مشاهدة بتحدث بحياتنا اليومية، لما نترك هذه العلبة، علبة المشروبات الغازية مفتوحة لبعض الوقت، أكيد راح تلاحظوا، أكيد كلكم لاحظتوا التغيير في الطعم. رح نعرف هلأ شو سبب التغيير في الطعم. سبب تغيير بطعمها يا تاسع هو بسبب خروج غاز CO2، غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعطيها الطعم المستساغ. إذن سبب خروج غاز ثاني أكسيد الكربون هو السبب بتغيير طعم هذه المشروبات الغازية. إذن هلأ رح ننتقل يا تاسع على ذائبية، حكينا رح نتعرف ذائبية الغازات في الماء وذائبية المواد الصلبة في الماء. عرفنا العوامل بتأثر على ذائبية الغازات في الماء، نرجع نذكرهم: الحرارة، الضغط الواقع على الغاز، ونوع وطبيعة الغاز. خلينا نشوف عندنا ذائبية المواد الصلبة في الماء تتأثر أيضا بعدة عوامل: 1 الحرارة، 2 نوع المذاب. درجة الحرارة يا تاسع كل علاقة أيضا عندنا طردية، كلما زادت درجة الحرارة بتزداد الذائبية، كلما زادت الحرارة في ذائبية المواد الصلبة
زادت الذائبية. أما نوع المذاب تختلف الأملاح في ذائبيتها عند درجة حرارة معينة، والسبب طبعا الاختلاف في قوة الترابط بين ذرات المادة. فزيادة قوة الترابط، كلما زادت قوة الترابط بين هذا الملح جزيئاته لهذا الملح راح تقل عنا الذائبية، كلما زادت قوة الترابط راح تقل عنا الذائبية. إذا عوامل بتأثر على ذائبية المواد الصلبة درجة الحرارة، وهي علاقة طردية، وعنا نوع المذاب، كل ما زادت قوة الترابط تقل الذائبية. رح نشوف كيف ممكن نطبق عليه من خلال الجدول يا تاسع، صفحة 28، الجدول 1-9. هذا الجدول يا تاسع يحتوي عنا العديد من الأملاح، منها كلوريد البوتاسيوم، كلوريد الصوديوم، وعنا يوديد البوتاسيوم. خلينا نشوف كيف ممكن إحنا نستخدم هذا الجدول في حل أسئلة متعددة على الذائبية. نشوف عنا رقم 1، ماء ذائبية ملح يوديد البوتاسيوم Ki الموجود عندك بالجدول عند درجة حرارة 15 و35. خلينا نشوف على سبيل المثال عند درجة حرارة 15. هلأ الجدول مش ذاكر لك ذائبية ملح Ki عند درجة حرارة 15، ولكن موضح لك درجة الذائبية عند درجة حرارة الرقم الأكبر من 15 والأقل منه. إذا راح نلاحظ أنه من خلال هذا الجدول في النشاط 1-9 صفحة 28 أن ذائبية يوديد البوتاسيوم عند درجة حرارة 10 ودرجة حرارة 20، يعني رح ناخذ عنا المتوسط درجة الحرارة ما بين 10 و20، 15 تقع بين 10 و20. عند درجة حرارة 10 كانت 136، وعند درجة حرارة 20 كانت 144. إذا نجمع القراءتين ونقسمها على 2، بيطلع الجواب 140 جرام. وكذلك عنا 35 درجة، إذا الجدول مش ذاكر لك 35 درجة بالضبط، فبناخذ الرقم إذا المتوسط ل 35 عند درجة حرارة 30 وعند درجة حرارة 40. راح تكون القراءة عند درجة حرارة 30 ليوديد البوتاسيوم Ki 152، وعند درجة حرارة 40 160، ومنقسمها على 2 تطلع عندنا القراءة عند 156. ما أكبر كتلة من كلوريد الصوديوم NaCl تذوب في 300 جرام من الماء عند درجة حرارة 25؟ عند درجة حرارة 25 طريقة الحل من كلوريد الصوديوم. هلا منلاحظ أيضا الجدول مش ذاكر لك درجة الحرارة عند 25، شو رح نعمل؟ نفس ما عملنا بالفرع ألف، بناخذ متوسط الحرارة عند درجة حرارة 20 و30 لكلوريد الصوديوم. ماشي يا تاسع، بناخذ عنا درجة الحرارة الأقل والأعلى لهذا الرقم 25، إذا عند 20 وعند 30، 36 + 36.3، ومنقسم على 2 تطلع عنا الذائبية. ولكن لاحظ يا تاسع، هو طالب عند 300 جرام من الماء، وأنا عندي النتيجة في هذا الجدول لكل 100 جرام من الماء. نعمل نسبة وتناسب، طلعت عنا عند 100 جرام من الماء طلعت 36.15. طيب كم الكتلة عند 300؟ نضرب ضرب تبادلي منطلع عنا قيمة سين والوحدة بالجرام. ونفس الفكرة بالفرع 3، ما أقل كتلة من الماء تلزم لإذابة 204 جرام من كلوريد البوتاسيوم Ki لتحضير محلول مشبع عند درجة حرارة 20. هون الجدول معطينا عند درجة حرارة 20، فهون رح يكون تعويض مباشر عند درجة حرارة 20 34 جرام، ولكن لكل 100 جرام من الماء الجدول معطيني، هو طالب عنا لكل عنده 204 جرام، عنده 204 جرام. منعوض أيضا تعويض مباشر، رح نشوف كم جرامات من المذيب، نضرب ضرب تبادلي وعنا الوحدة بالجرامات. إذا هيك تطبيق الذائبية، تطبيق مباشر من خلال الجدول. بناخذ إذا كان معنى الحرارة مباشرة ناخذها زي الفرع عنا رقم 3، وإذا كان عنا درجة الحرارة عنا مش موجودة بناخذ الوسط الحسابي، نشوف الحرارة بين أي رقمين تقع ومنطلع عنا الذائبية. هيك بنكون أنهينا درس المحاليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.